موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قال الشيخ سعد رحمه الله: فلما رأوه أي نوح عليه السلام لا يكف عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبهم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من الصادقين. فما أجهلهم وأضلهم، حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح. هلا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا، فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك، وإلا فأنت مشكور في نصحك. لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى أمر خفي عليه، لكنهم في قولهم كاذبون وعلى نبيهم متجرئون، ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة فضلا عن أن يردوه بحجة، ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله، يعني طلب نزول العذاب بهم إن كان صادقا عليه السلام. ولهذا أجابهم بقوله: إنما يأتيكم به الله إن شاء، أي إن اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم فعل ذلك. وما أنتم بمعجزين لله، وأنا ليس بيدي من الأمر شيء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أن إرادة الله غالبة، فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أتم النصح وهو قد فعل عليه السلام، فليس ذلك بنافع لكم شيئا. هو ربكم أن يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما يريد، وإليه ترجعون أي فيجازيكم بأعمالكم. وقوله تعالى: أم يقولون افتراه، هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح عليه السلام كما كان السياق في قصته مع قومه، وأن المعنى يعني حين يعود الضمير عليه: إن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي كل عليه وزره ولا تزر وازرته وزر أخرى. ويحتمل التفسير الثاني أن يكون الضمير عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء. فلما شرع الله في قصها على رسوله، وكان من جملة الآيات الدل على صدقه ورسالته، ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام. يعني هذه الآية فيها تفسيران: التفسير الأول أن تكون عائدة إلى نوح عليه السلام، أن قومه يتهمونه بأنه افترى هذا الذي يقول هو وحي من الله، فأمره الله أن يقول لهم: إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. التفسير الثاني أن يكون الضمير عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغ قومه هذا الوحي بما فيه قصة نوح عليه السلام فقالوا افتراه، فأمره الله عز وجل أن يقول لهم: إن افتريته فعلي إجرامي. لأن ذكر القصص هذه بهذا التفصيل
هو من الوحي ولا يعلم به أحد إلا عن طريق الوحي. فقال: أم يقولون افتراه؟ أي هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه. فهذا ما أعجب، فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها، فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتاب أو أهل الكتب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. فإذا زعموا مع هذا أنه افتراء، علم أنهم معاندون ولم يبق فائدة في حجاجهم، بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم. ولهذا قال: قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي ذنبي وكذبي، يعني كما اتهمتموني، وأنا بريء مما تجرمون، يعني فلما تستلجون في تكذيبي، يعني لما تبالغون وتصرون على تكذيبي. وهذه الآيات فيها فوائد: أولها مشروعية الجدال بالتي هي أحسن، بل والإكثار منه، لأن قوم نوح عليهم من الله ما يستحقون. قالوا له عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فهذا الإكثار من الجدال إذا كان لبيان الحجج ورد الحجة بالحجة والرغبة في الهداية، فلا مانع منه للدعوة إلى الله بأن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وفيها أيضا بيان ما عليه هؤلاء القوم من الجهل والظلم، لأنهم يستعجلون العذاب ويتهمون نبي الله عليه السلام بأنه ليس بصادق، وهذا من جهلهم، لأن الإنسان لا ينبغي ولا يجوز له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يطلب الهداية وأن يشرح الله صدره للحق. فرد نوح عليه السلام: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فيها رد الأمور إلى مشيئة الله، فما يقع شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه. لذلك يشرع للمسلم أن يعلق الأمور دوما على مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقوله: وما أنتم بمعجزين، لا أحد يعجز الله ولا أحد يستطيع الهرب مما أراده الله عز وجل به. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه فيها تقرير أن من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وإن كان الذي يدعوه نبيا من الأنبياء لن تنفعه الدعوة إذا لم يقبلها، وإذا لم يقبل عليها، وإذا لم يرد الهداية من داخله. فمهما كان قدر الحوار والنقاش، ومهما كان ممن أوتي تمام وبلاغة الحجة، لن ينفعه ذلك إلا إذا أقبل على الهداية وأرادها. وهذا فيه إثبات القدر، وأن أفعال البشر هي بمشيئة الله وتقديره، مع إثبات كسبهم وإرادتهم ومشيئتهم التابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس كأهل البدع الذين ينفون خلق أفعال العباد أو ينفون نسبة الشر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، فيرون أن تقدير الشر ليس من تقدير الله، وكأنهم يثبتون إلهين كالمجوس، إله للخير وإله للشر. نوح عليه السلام هنا يقول: إن كان الله يريد أن يغويكم، فنسب الغواية بهم أو إرادة الغواية بهم إلى الله، وهذا ليس فيه تنقيصا لله سبحانه وتعالى ولا شيء من ذلك، لأنهم أعرضوا عن الحق فعاقبهم الله بالغواية، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني صرفهم الله عز وجل عن الهداية لأنهم لم يقبلوا الهدى إذ جاءهم وأعرضوا عنه، فصرف الله قلوبهم وقلب قلوبهم. فالله عز وجل خالق الخير والشر، ولكن ليس في أفعاله شر، وإنما هذا أمر نسبي، لأن من ورائه حكم كثيرة، وإنما يعاقب العباد على أفعالهم وعلى ما قدموا وعلى ما أسلفوا. هو ربكم وإليه ترجعون، إثبات المعاد والرجوع إلى الله والحساب. كذلك في الآية الأخيرة في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، فيه بيان قدر ما تعرض له الأنبياء من الأذى، فمع نصحهم وحرصهم على هداية قومهم اتهموا بأنهم مفترون، وصبروا على ذلك
ولم يسبوا أقوامهم ولم يكن منهم شيء من الأذى، وإنما صبروا على ذلك، سواء كان هذا الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم أو موجها لنبي الله نوح عليهما السلام. فالجواب: إن افتريته فعلي إجرامي. وتأمل في قوله تعالى: علي إجرامي، يعني على لسان نبي من الأنبياء، يعني حتى لو كان ما زعمتم أنه من الافتراء فأنا الذي أجرمت ولست أنتم، وأنا الذي أحاسب وأعاقب على ذلك، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهذا بيان مبدأ لا تزر وازرة وزر أخرى. ونكمل قصة نوح غدا إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.